السلام عليكم، شنحويلكم؟ ان شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله ديما فرحانين وديما ملمومين في الخير والبركه، وربي ديما عليكم الصحه والنعمه يا رب العالمين، وعلى امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هيا سيدي، يعني جيتكم فيديو جديد وروتين جديد كما العاده، نطلع عليكم هكا ديما فيديوهات جديده. بارتي شوف شنحضر اليوم في فطوري، نهاري نعديه معاكم صباح للعشيه، خليكم معايا ان شاء الله يكون هكا الفيديو خفيف وظريف. هيا نبداو بسم الله وعلى بركه الله. هيك القهوه عاد اول حاجه نبدا بها نهاري، صحصحني هكايا نحط هكايا نقعد نتفرج على اليوتيوب والا نحط مسلسل، نعمل خدمتي قبل خدمتي، رد على تعليقاتكم المزيانه اللي كيفكم، ربي يحفظكم ويعز قدركم ان شاء الله، محليكم محليكم والله. قد ما نشكركم شويه، تعرفوا تعليقاتكم هي اللي تخليني نعمل هكا فيديوهات، ماني نلقى التشجيع نقولوا يا بالله يجيوني هكا تعليقات محليه. هيا خنقوم نعمل فيديو، خليني نمشي نعمل هكا وصفه. بارك الله فيكم بالحق، محليكم ومحلى كريمكم، محليكم بالحق، كلمه لبيه راهي صدقه، نقولوا كلمه طيبه صدقه يعيشكم حاسيلو ويسلم يديتكم اللي تكتبوا بها، حاسيلو ربي يحفظكم. نقولكم مره اخرى ونبداو في الفيديو نتاعنا. كما شفتوا البنات عملت المعجون في الفيديو اللي فات، اباي كيفاش ما نفطروش منه في فطور الصباح معجون وزبده عملت خبيزات هكاك سخان فك الصبيح، وفطروا منهم الاولاد وقصدوا ربي مشاو يقراو ونقعد اني بمزاج. مالا يلزمني نقعد نعملو له كارو كفطور الصباح، نحط هكا المسلسل حقيقة نحب خطاب على الباب، نحب اسبوعي، نحب مسلسلاتنا التونسية ديما 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 هكا. هاي نقعد نكمل قهوتي ونرجع لكم. هاي وتو واحد دخلت الكوجينة بعد ما قملت قعيتي كيما شفتوا انا عيشتكم معايا صباحي كيفاه. اي نبدا بفطوري عاد نطيب قبل كل شيء كيما تعودتوا بيا، عاد باش نقعد ديما نقول لكم طيبوا فطوركم قبل القضية الدار. هي الاولى اللي مفطوري ساهل، عملت مصلي بالدجاج في الكوشه، قصيت الطماطم، قصيت البصل، قصيت الفلفل، البطاطا، كلهم هكا دور دور، ونحط بايه الدجاج نتاعي بلي كتب ربي، وباش نفوحها عاد سنينات الثوم مش اش نساوه يفوحوا بالثوم راه نقولوا نقصوا كيكه جي 4 سنينات. وبعد حطيت لهنا على قد العائله وشنو هو اخر عاد، وباش نفوح الصوص نتاعها في صحيفه هذاك ثوم قص فيه دور دور. فطيرتي سهله هي الحقيقه اليوم، اما باش نتنوشها نقولوا احنا نعملوا سلايطه، نعملوا صويبح فاطمه كيكه ماله. حسيلو حطيت كيكة مغيرفة ونص طماطم، وباش نحط عاد الفحات فك الصحيفة خلطها قبل، حطيت الكركم، اش حطيت اخر فلفل اكحل والملح والفلفل احمر ماله. حسيتي مريقة وحط الكل لك بالماء سخون ومشي عاد حطها في الكوشة، سهلة سهلة اكلة سريعة وسهلة. حطيت زيت زيتونة وديما عاد حطوا الماء سخون تحطوش ماء بارد، خلط 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 وبعد صبها فوق الدجاج هكا هو. تسيوش هكا طريف قارس، كان عندكم هكا قارس قصوا طريفات طريفات باهي القارس في وسط المرقة، طريف عاد مش برشا هاي مرقة هذيك. حطيت لها الماء سخون وامسح ونظف وزيد قطيرة زيت اخرى هكاكا للبركة حطيتها في الكوشة طيب على رويحتها ونسيها هذيك عاد طيب في عقلها. هيا برا عاد عنا التفاح، نهار على التفاح اليوم باش نعملو صلاة التفاح يومياتي انا والتفاح. صلاة التفاح بنينة والله نحبها وقيتها كيف التفاح الاخضر خاصة، نعملو كعيبة طماطم فلفل وبصل ونقصو كعيبة تفاح اش فيها ونفوحوها. باش نفوحوها عاد باش نوريكم كل شيء، هاني وريتهولكم مالا يزمني نعملو هكا مريقة وبرا ما يزم معاها حويج. اش فيها كعبة تفاح وطمطم والله سليطة عزمة تاكل.
أي فوحة بتريف نعناع وشوية ملح وشوية فلفل أكحل وشوية قارس وزيت زيتونة، وخلطهم عاد في سحيفة قبل ما تصبها فوق السلايطة باهي. ومرك مريق لا تقعد حتى للعشاء معها كيكة صوابع فاطمة يزي فضل فضل. خيرات خيرات، اللهم صلي على النبي، ديما ربي يبارك لنا كان في الرزق ويبارك لنا في هكا في ماكلتنا وفي خيرنا. حل فريجيدارك وسمي بسم الله تتلقى الخير الكل. ربي ديمها نعمة على أمة سيدنا محمد. هذاك شو نقول، نطلبوا يا ربي هكا زويلي يلقى ما ياكل يا رب العالمين. والله واحد ديما قلايبه ويبدا حاير عليهم، ربي ان شاء الله يعطي، ان شاء الله ما يباتوش يعاني قوليني هكا هو، وربي يحفظهم ويسترهم. الحمد لله على هالنعم. خلطت شكل السلايطة خليها على شيرة ومن بعد نزينها وريقلها. نمشي نحضر حشوة السوابع فاطمة باش نعملها بالدجاج، سمطت كعيبة بطاطا ومعها الدجاج، ومن بعد نحضر الحشوة هكاك. سوابع فاطمة منهم يقعدوا لي الحقيقة حتى في العشية كي يجوا يمدوا السوابع ياكلوه بصبع بصبع. اما قبل عاد ما نحضر سوابع فاطمة قلت نعمل كعك، كعك للعشيوية هكا يتقرمش قرموشه، كعك اخر ليبنا بطريقه اخرى، كعك مالح اما بطريقه اخرى البنات. نحضر العجينه ونخليها ترتاح ديما هكاك خاطر تحب الراحه. اش حطيت؟ حطيت رطل فرينه، حطيت مغيرفه صغيره ملح، وعندي لفاح نتاع الخبز اللي هو مش الكل الكل، اما حطيت حبه حليوه وبسبيس، وكان عندكم سينوش حطوا، اما باش نحط جلجلان في بلاصه السينوش. بالكتب ربي انت وشنو تحب، معني مش برشا برشا، انا كيما شفتوا هكيك حكار زوز مغارف كبار مليانين جلجلان، واللفاح كان عندك بسباس يزي، وكان عندك بزيد اخرى نقولوا احنا حبه تحليوه وكل، حط الملح. انا حطيت الملحات، ريتوها الطريقه هذه طريقه مختلفه على الاخرى. حطيت رشه صغيره البنات راهو فلفل اكحل، وباش نفوحها بالهريسه العربي. انا قلت لكم الفرينه رطله، تعمل لك زوز طبوقه، تحب تنقص نقص. زيت زيتونه حطوا 100 مليلتر يزي فيها البرك، حتى زيت نباتي تمشي. وتوش مش تعمل هذه، بسسها كل في بعضها وابدا صب في الماء وخلط وخيتي. ونسيت لخميره الجاتو، خميره الجاتو البنات مغرفه صغيره الا 5 غرامات، ما تكثروش برشا. هو شنو يعمل، هو يهشهش هاك الخميره، اما كي تكثر منها عاد ما توليش يابسه وتتقرمش. انا حشتنا بها تتقرمش قرموش. انا كل ديما نجيب لكم في حوايج كيف هكا العشيويه به نعرفكم، خاطر كي تقلقوا ما تلقاو ما تتقرمش هكا، شدوا حوايج قرمشوها كي من هكا في العشيه. وزيد المره هذه ما لنا بالهريسه، حر يا ماما حر. هيا به كملت بسبست هكاكا، حط الماء، ماء دافي مش ماء بارد، ماء دافي. عجنها 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 وخليها عاد ترتاح. مدامني كملت عاد فطيرتي، انيني بالتدريج نوريكم اللي نعمله في الكوجينه نوريكم. حضرت شكل عجينه رجعها للشقاله وغطي عليها، مش باش تخمر هي راهو باش ترتاح فقط. الحاجه اللي تخليها تخمر هي كي تحطوا خميره الخبز، هذه ما فيهاش خميره خبز. حطها ترتاح على شيره، امسح كل وجايق وحكه ونظفه هكا. نمشي نحضر حشوة توا صوابع فاطمة. عملت جبن المرة هذه، يحبوها بالجبن والبطاطا والدجاج اللي يحبوا نعمل هو لهم. لا شنو نعمل، حسيلو عندي جبن كما قلت لكم، بطاطا مسموطة رفستة، حطيت طريفة دجاج، بصل كبار هاي هكاك، حط لها كان عظيمة بركة. وفوحتها بالملح والفلفل هكا هو. وديما سوابع فاطمه ما تحبش كيما نقولوا جاريه الحشوه، هاكا حطوا عظيمه بركه مثلا للحشوه، مثلا باش ما تجيكمش كيما نقولوا احنا جاريه ثقيله، تبدا شويه تي سهله عاد. ومن بعد نقصوها على 2 ورقه البريك ونبدا وندور دور وكها، فيها شي حاجه ما فيها شيء، اما هكا جست الطاوله تبدا بالعين مزيانه، سلايطه بريك مريقه. اللهم صلي على النبي، كل شيء راهو طريف طريف، ما تكثرش باش ما تتلوحش نعمة ربي. هاي برا كمل لك البريك، نقصو نحضرو الكل ومن بعد نقليه. ديما الحقيقة كيف نحب نحضر فطوري، نلفو باللامينيوم ولا نغطيه ونحطو في الفور، معناها مغطي مورو مريقلة باش يقعد يسخون، فهمتو؟ معناها باش نكمل عاد بعد شوري في الدار، مالا شنو هكاكا نقعدو نهار كامل وحنا عاد في الكوجينة. ديما ركح امورك كيما نقولوا في الصباح، وطيب فطيرتك
بعد ادخل الدويرة امسح ونظف حقبة البان واعمل كل شيء. شبيك لبس عليكم وركم ريقلة. هنا نكمل توا نحضرهم هذوكم الكل، ومن بعد نقصدوا ربي عاد نشوفوا شو باش نعملوا. ايه حركة الكعك المزيان نحضروا زيد كل شيء نقدوه الحمد لله. توا عاد جاي وقت العجينة بتاعنا اللي ارتاحت في عقلها يا للا وشيخة براحة. توا شنو تطرحها؟ تطرحها رهيفة، عملها أشكال اللي تحب عليها أنتي اللي عندك في الدار واللي يحبوها صغيراتك، ولا تقصها بالمقص كيما عندها المرة الأخرى زيدا. ما هي في خلينا عاد نطرحوها هكا بشوية فارينة خاطر تتلصق تلصق لصيقة في الوجق. اطرحها رهيفة ومن بعد اعملها مربعات هلالات اللي تحب، ولا دور دور كيما تشتهي حسيل. هيا سيدي اني تو باش نحلها وتنوريكم عمك الفرفط وباش نعملهم فرفطويت بابيون وكيكا يجيو مزيانين ومتحفنين. انا عملت طبيق وعملت زيدا فرفطو كبير، فرفطو صغير وفرفطو كبير. شيخت اموري حطوهم على 180 يطيبو في ساعة ما يطيبو. راهو حكيت الدريجين وحل على الكوشة، شوفهم حمارو من اللو تقيتهم حمارو، شعل الفوقانيه وزيت حمرها من فوق. انا هو جيت حمرة خاطر بك الهريسه حرق ولي وحر جيني اسكت ما بيه. وهذه مرقتي خرجت من الكوشه شوفوا محلاه، خرجت منها ودخلت طبق لاخر من بيه. هذه مريقتي حاضره وسليطه حاضره والبريك حاضر. اي ندخل عاد لك الساله رتبها ونيمها. الحقيقه اني دويرتي مرتوبه ما عنديش برشا عفسه. احنا نقولوا كما نقولوا مسحت الساله كرا الغبره نفضتها مسحت من بعد فرشت هكا في ساعه في ساعه خاطر ما عنديش الزرابي نقولوا ثقال. وباش نصور لكم عاد روتيني يولي هكا برشا ماست عليكم. نقول باش نقعد نوريكم في التنظيفه هاي مش لازم نوريكم كي شردت بكا شويه شويه ورجعت كل شيء لبلاصتو وفرشت زربياتي في ساعه في ساعه. ومن بعد اكيد مبخر ديما مبخرين. نحب ريحه البخور في الدويره خاصه قبل نص النهار، نحب كيف ولادي يروحوا يشموا ريحه البخور. هكيك تبدا الدويره فيوحه وامورها مريقله. كملت رتبت الساله وش عملت اخر وفرشت الوسيطيه وحكيت بيت البانو وفرشتها. هذا كل عملناه الحمد لله يا رب ديما علينا الصحه والقوه. هيك شنو نقول يا رب وكي سعة حسني ربي يرحمها هي وفيت الحمامة ونادية لطفي كل حطتهم في التركينة. اش نعمل غرابي حسيلو. كملت رتبت السويلة ونظفتها وهبطت الريد وكها ونمشي نكمل الوسيطية ونحط بيت البانو ونفرشها. هذه عملته بعد ما كملت في طيارتي الحمد لله. وهذا عمك الكعكة متاعنا وحذر القرمش قرموشة وزيت حار زيدا. نعرفكم في العشية باش نمشيو تجربوها على الطريق. طريقة بسيطة كما شفتها وماهيش صعيبة ومش مكلفة أهم حاجة. إن شاء الله كهو عجبتكم الوصفة وتنال رضاكم وعملوا لي لايك لك الوصفة هيكية للفيديو بكله كان عجبكم إن شاء الله. عايش نعملوا له عاد توا نعمل قعيدتي كما العادة. جيشي هكا بلاش كستي لازم الكستي حتى كما صورتوش يتغشش عليا كل بريد. نعملتك البريد حطيته فوق الغاز ومعه طريف نعناع يا فضال فضل وليك الحمد يا ربي والشكر. حسيلو لهنا نكمل وهكا الاولاد اللي هذا يز هذيك راهو ما خلاو منه حتى شيء. تبارك الله يموتوا على حاجتك يحبوها. هيا سيدي تو باش نمشي عاد نحضر الطبيق نتاعي كما العاده ونقعد شويه في الفيراندا. لازم ناخذ الراحه هكا ونشم الهواء رغم اللي الهواء مسكر هالايامات الدنيا غاطة اللطف يا ربي. كاو خريف عاد بيه هكا وريتكم النعناع يا بيه. حطيتك البريرة كيما العادة ونعيش اللحظة ونعيش اللحظة.
لحظة الاستمتاع، إني هذيك هي وقت راحتي. إني الأكثرية ساعات البنات ما تقول ما تشوفونيش كم برشا كيوتيوبر تخرج وكل، ليه؟ إني جوي الكل بعد ما نكمل ونحضر في طيرتي هك القاعدة هيك نقعد مع وليديتي، نقعد في دويرتي. نحب الدار، إني من الناس اللي نحب داري، نحب نقعد فيها، نحب لما نحب نقعد هكا مع في دويرتي. واللي يقول لي إجا هنا سميع بعد قديه، مش ديما الحقيقة بعد قديه، بعد ساعات مش ديما ساعات واحد يقلق شوية، ما الحقيقة نحب نقعد في الدار يسي الحمد لله. وعاد أمك تراكي فوق منها حسين البنات على كملت العشية مع أمك تراكي، ذيك أمي أمي وهي وعاد دولة حسين ربي يحفظكم الناس كل، تسلم عليكم هي تقولكم ربي يخليكم وربي ينجح لكم وليداتكم ويستركم يا ربي في الدارين. أي بقى كل نشكركم تاو نقولكم بسلامة، تنسوش تعملوا لي لايك للفيديو واشتركوا في قناتي، مرحبا بكم، بارتاجيو الفيديو بين صحابكم وحبيبكم. باي باي باي.